ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم بفيديو جديد، هيبقى فيه حاجه حلوه جدا. هنعمل مع بعض بسكوت بشوكولاته حلو قوي قوي قوي، ومكونات سهله جدا وما بياخدش في ايدينا اكتر من 5 دقائق. بنستخدم فيه نص كوبايه زيت ونص كوبايه دقيق ونص كوبايه سكر بودره. ممكن نستخدم سكر عادي بتاعنا بتاع الشاي، بس هو بيتعب قوي، بيتعبنا على ما ندوبه مع الزيت. وكمان لما بنعمل البسكوت، لان مجرباه قبل كده في قريبه، بيقرمش. ومعلقتين كبار او اقل من ربع معلقه كاكاو لو انتوا عايزينه بالشوكولاته، هو احلى حاجه بالشوكولاته. تعال نبدا، هنحط الزيت وفوقيها هنحط السكر البودره. ادي الزيت اول حاجه معانا حطيناه، وبعد كده حطينا السكر البودره كله، خلاص اهي كوبايه في الزيت. هنعمل ايه بقى؟ هنقلبه في بعض. لحد ما يدوب خالص، ما ينفعش يبقى فيه اي شكل للسكر، لازم تبقى كده حاجة دايبة في بعض، لازم يدوب على الاخر. تقلبي بكل قوتك، تصوروا بقى لو ده سكر عادي هيتعبنا ويبهدلنا ازاي على لحد ما يدوب في ايدينا. بصوا السكر ده داب ازاي، تحس كده ان هو بقى عامل السريلاك زي حاجة كده طرية. بصوا هندوب تاني لحد ما نحس ان هو داب ومفيش اي دقيق. خلاص كده هننزل بالدقيق بقى، ده عيار صينية، معيار صينية. طب لو عايزة اعمل صينيتين، هعمل من كل حاجة مرتين. بعد كده هحط عليه كاكاو، اي نوع كاكاو مفضل عندي براحتي. كده حطينا كل المكونات، هنقلبه مع بعض. وبعد كده هنحتاج ان احنا نعجنه بايدينا، يعني الواحد طبعا اكيد بيبقى واحد غسل ايده وتمام الدنيا قبل ما يستخدمها، لان الواحد برضو لو لبست جوانتي مش هتحس برضو ان انت متحكمه قوي في انك بتعجنيها. طيب ممكن احتاج دقيق تاني؟ حسب ما العجينه ما هتبقى في ايدك، هتلمي في ايدك ازاي. هنعجنها وارجع لكم. بصوا العجينه اهي، بعد ما لمت معايا خلاص بقت عجينة عادية جدا جدا. بس هو الحقيقي هي احنا اتفقنا ان هي بتفضل تاخد دقيق لحد ما تتلم كده وتبقى في ايدك، تقدر ان انت تشكليها براحتك. فهي اخدت كوباية دقيق كاملة. وحاجة تانية مهمة جدا، انت لما بتستخدمي لازم تستخدمي مقاس واحد، يعني المج اللي هتحطي فيه الزيت، الدقيق، السكر، البودرة، ايا كان لازم يكون مقاس واحد عشان تبقى معيارهم زي بعض. تمام؟ انت بتعملي ايه؟ هتستخدمي مثلا كوبايه دقيق، مش هتحطيها كلها، هتحطي نصها، وكل ما هتحتاجي والعجينه لسه ما لمتش هتحطي تاني. طيب انا هنا عملت شكل هوريه لكم دلوقتي، ده بقى شكله بعد ما عملنا الكميه كلها. بس شكله جميل ازاي، الشوكولاته فيه شكلها تحفه تحفه تحفه. يعني بصي اعمل صينيه كامله، شرب بقى مع نسكويك، مع نسكافيه، مع كابتشينو، مع شاي بلبن، مع شاي عادي، مع اي حاجة انتوا تحبوها، بس هيبقى تحفة ان شاء الله. ان شاء الله هتجربوه وتدعولي. دلوقتي احنا هندخله على درجة حرارة 160 من تحت، هنولع عليه من تحت. وبعد كده لما نحس ان هو نشف كده خلاص بقى تمام، بسكوتة بتقرمش معايا تمام، هنطلع عليها هنشوف بقى لونها. نحتاج نفتح عليها من فوق، نشغل عليها النار من فوق ولا لأ؟ تمام، هدخلها دلوقتي ولما تخرج هوريكي بقى شكلها البسكوتة عاملة ازاي. كده بقى البسكوت خلاص بعد ما طلع، احنا عايزينه يبقى البسكوتة اللي احنا حابينها، لان تعرف نشربها كده وتبقى طعمة. هنعمل ايه؟ هنعملها معاملة الغريبة، يعني مش هنسيبها لما تنشف قوي في الفرن، لا هنطلعها كده وهي طرية ونسيبها بره. وانا سبتها بره في الصينية لحد ربع ساعة بالظبط، لحد ما هديت وقدرت ان انا اطلعها اهو. وده العيار اللي انا عملته، عمل طبق حلو كده، طبق صيني جميل بجد والله، هيعجبكم جدا جدا، جربوه. وحاجة تانية، لما تعملوها سيبوا فراغات ما بين كل واحدة والتانية، عشان طبعا السكر البودرة بيخليه ايه، ينفش وكده، فعشان يبقى ما تحسوش ان هو ضيق. بس هو ما بيلزقش في الصينية وبيطلع معاك على طول، وحلو قوي وريحته حلوه قوي، وعامله في الشقه خالص الريحه، وكلهم مستعجلين عايزين يدوقوا منه ويعرفوا طعمه عامل ازاي. وان شاء الله حلو يعجبهم ويعجبكم، وبألف هنا.
متنسوش بقى اللي ما اشتركش بالقناة ينزل يشترك ويفعل الجرس ولايك كتير كتير كتير. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. يلا باي.